يقول سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة قائد الفريق الملكي للقدرة بمشاركة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى قائد اسطبلات الخالدية فرسان مملكة البحرين في سباق القدرة بمهرجان رويال وينسر الفروسية والذي سينطلق اليوم لمسافة 120 كيلومترا و80 كيلومترا تأهيلي. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بأن المشاركة في مهرجان رويال وينسر للفروسية تأتي تأكيد للتواجد البحريني في مثل هذا المهرجان الهام، إضافة إلى إعلاء شأن رياضة القدرة في المهرجان الذي تم تأسيسه من قبل مملكة البحرين في بادرة بريعة من المملكة، مؤكدا أن اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتطوير رياضة القدرة في المهرجان الكبير دليل على عمق العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في المجالات المختلفة. جاء ذلك قبل انطلاق سباق القدرة في المهرجان الذي سيقام اليوم الجمعة، حيث أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الفريق الملكي للقدرة أن هذه المشاركة تأتي في إطار البرنامج العام للفريق للمشاركة في البطولات المختلفة والتي تقام في أوروبا في أشهر الصيف، وبناء على ذلك يشارك الفريق الملكي في البطولة بعد المشاركة الناجحة في الأعوام الماضية للفريق والنتائج الإيجابية التي حققها في تلك السباقات. وكان سموه قد وصل لموقع السباق بقلعة وينسر حيث اطلع على الاستعدادات الخاصة بالسباق، كما التقى مع أفراد الفريق الملكي لمناقشة مشاركة الفريق في السباق. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الفريق الملكي يحرص وفي كل موسم على البحث عن السباقات التي تقام في أوروبا لاختيار الأفضل منها ومن ثم المشاركة وتحقيق أفضل النتائج. ومشاركتنا في سباق مهرجان رويال وينسر للفروسية تأتي مع التواصل للسباقات التي أقيمت للبطولات الماضية والنتائج الإيجابية التي حققها الفرسان والتي أكدت التطور الكبير الذي تشهده رياضة القدرة بفضل الدعم الكبير واللامحدود من قبل الفارس الأول حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. كما أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى قائد اسطبلات الخالدية أن سباق اليوم سيكون سباقا قويا والحضور البحريني فيه سيكون مميزا، حيث أن فرسان مملكة البحرين استعدوا جيدا لهذا الحدث الرياضي الكبير والذي سيشهد مشاركة نخبة من فرسان وفارسات القارة الأوروبية إلى جانب فرسان دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار سموه أن هذا المهرجان البريطاني الكبير والذي يقام بالحديقة الملكية لقصر وينسر يعكس العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط مملكة البحرين بالمملكة المتحدة، إذ يربط بين البلدين العديد من علاقات الصداقة والتعاون في مجالات عدة منها الاقتصادية والتجارية والرياضية، حتى باتت تلك العلاقات نموذجا راسخا يحتذى به بين جميع البلدان، ولمملكة البحرين الريادة في تأسيس سباق القدرة في المهرجان الكبير، حيث تحظى رياضة القدرة باهتمام ملكي كبير من لدن صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والذي يعطي هذه البطولة رونقا ملكيا مميزا ويجعل سباقها من أهم السباقات الأوروبية. هذا وقد أقيم الفحص البيطري للجيال المشاركة بسباق القدرة لمسافة 120 كيلومترا، حيث من المتوقع أن يشارك عدد كبير من الفرسان من مختلف دول العالم. وسارت أجواء الفحص البيطري كما كان مخطط لها بكل سلاسة وتعاون من الفرسان والقائمين عليه. وسوف يشارك الفريق البحريني في سباق 120 كيلومترا عبر 4 مراحل و80 كيلومتر تأهيلي.